تونس تحتل المرتبه الاولى عربين والاولى افريقيين في استهلاك الخمور. هي انا ما نشربش الموضوع هذا ما نفهمش فيها. اي علاش ما نعرفش علاش انا ما نشربش؟ ايه عيش مخدر معناتها المواد. ليه انا ما نشربش؟ ما انا عارفك ما تشربش. شكون قالك تشرب؟ شكون قال لي تشرب؟ شكون قالك انت تشرب؟ عارفينك ما تشربش. يحكي لي علاش اليوم المواطن التونسي يوصل لدرجه هذه؟ علاش احنا كشعب نوصل مرتبه الاولى؟ ما نعرفش علاش، على خاطر انا ما نشربش. بالك لي تراس العام كهو 12 مليون جوعه تخرج معناتها. انا لي تراس العام قبل ما شعلت الانبوبه تاع الحاكم في الدار. كشت في الدار؟ هيك قبل ما تشعل الانبوبه تاع الحاكم في الدار. سير يا ولدي. سير ونص. انا قابلتك بعد نص الليل في الحمامات. في الحمامات؟ انا عندي دار ودوار في الدار. انا كي تشعل الانبوبه تاع الحاكم نظف الدار. المراه مسيطره مال. على الاخر نبدل خطوه ونشاور صح. مش لك. على الاخر قداش سايك انت؟ انا عندي 37 في الدار. توجع توجع. معناتها 12 مليون تونسي شرب. 12 مليون كي تجي هما اكل يشربوا ديما ديما ديما، حبوا يبطلوا. حبوا اخر ليله في العام اللي فيت وباش يبدو حيات ينجم يقول كنا بطلت شوي. هو مش مبطل بخي الناس المو ولقى روحه صرف على ما فما شيء. شيء كبير. واو، تونس تحتل المرتبه الاولى عربيا والرابعه عالميا في استهلاك الخمور. ما لا انجاز. يقول لك في بدي بلدان تصنع في كراهب، تصنع في طيارات، تصنع في زوارق، فهمت لي؟ تصنع تصنع وتزيد تصنع وطارت وتطورت وسرحت، وتونس تحت المرتبه الاولى. هيك هو هذيك هي. اقعدوا الشيخين نشرب واسكروا واسكروا، جيبوا الشراب، جيبوا الزطله، جيبوا الحراب، جيبوا الكوكا، حطوهم الكل هنا وعيشوا كل بهاي. عيشوا كل بهايم. العباد طورت وبنات وعملت الفلوس وكذا، وقعد فهمتي خممتي في دبوزة فهمتني، شراب وفي سيجار وزطلة وفي شمة وفي حربوشة. يا يا دنيا، احنا الولا في الشراب، احنا الولا في النفاق، احنا الولا في الكذب، احنا الولا في الترهدين، احنا الولا في التمثيل، الولا فهمتني كان في الحكايات الفارغة في الفساد والفعل يجيبوا ربي. الأولى عربيا وإفريقيا وزيدها عالميا. أخطر عالمين احتلوا المرتبة الثالثة. لا مش صحيح، أخطر المتخبي أكثر من اللي تحكي فيه. بيع الخمور هذا في الحوام الشعبية، بنسات تستهلك في الخمور، ثم الخمور المعروفة ثم الخمور الغير المعروفة مع الأسف الشديد. وهذا هو شنو الناس تخدر في رواحها باش تهرب من الواقع المر اللي تعيش فيه تقريبا. احنا دولة مسلمة راهو، لكن قاعدين نفسدوا. عاد إذا جينا الولا عربين والولا إفريقيين ومازلنا قاعدين نفسدوا، فسدنا صحيح. إي بالرسمي ما يجيش، احنا مسلمين نورمالمون نكونوا معنا خير من هكا. برشا بيران وبرشا عباد زادت تسكر ربي يهدي مخلوق يعني. هذا عدد مفزع يعني، نتصور من الفراغ نتاع العباد مخخم فارغه، خاطر احنا نورمالمون شعب مثقف وشعب مسلم قبل كل شيء. مادام وصلنا للارقام هذه برشا حاجات وصلتنا هك، منهم الفراغ نتاع العباد، فراغ المخ بطبيعه، ومنهم زاده تراجع على الدين، خاطر ديننا ما يسمحش بالحاجه هذه. خاطر ما ثماش قرارات صارمه. الناس تسكر فين تحب، نجموا حتى نقعدوا تحت حيط في الافنيو نسكروا. ما فماش قرارات صارمه اللي تخلي البشر فهمتني يحترم القانون. ولات الناس في الحوم جل الحوم العربي الكلها يسكروا في الكياس، في سقيفة بلاص على المادة. هذاك علاش ما فماش قرارات صارمه. أعطيك رقم آخر مفزع سامحني، ليلة راس العام هكا في ليلة واحدة استهلاك 12 مليون جوعة. شوف احنا شعب نتبعوا كيف الحاجات السلبية، نتبعوا في الغرب كان في الحاجات السلبية يعني. أو راس العام هما يشربوا ويسهروا، احنا بالفارغ يعني. فما عباد ما تسكر شري تشرب 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 شيء. ما تجين نهارين. سبت واحد ما فهمش خدمة كلها تشرب. زعما انت منهم؟ فربما ما نستغربش. ما نستغرب هذا اللي تم إحصاء، وما اللي في الديار ربما اللي مخبي عنده شهر وعنده 15 ما 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 ما
معناها ما تخلش في الإحصائية. الشباب مخدر مش باختياره، مفروض عليه أنه يكون مخدر. اليوم عصابات منظمة داخل المؤسسات التربوية، في محيطات المؤسسات التربوية، في الأحياء الشعبية. اليوم حتى اللي بيعوا في المخدرات هما بيهم قيدي، اليوم لوبيات وعصابات كبيرة. أنت كان تدخل أي حي شعبي، ما نحبش نسميه لك أنا، رأي تقريبا ترانت مخدرات تتباع في الـ في الـ في الأنهج وفي الـ في الديار وفي الـ. أنا ما نصورش كان مواطن عادي يدخل فيه. هذه مافيات، لوبيات، مؤسسات دولة منظمة مع الأسف الشديد. إن شاء الله سي شرف الدين بعد الحرب السياسية يتلهى بالحرب، معناها إدخال المخدرات لشبابنا اللي يخربوه بالمخدرات. كلها شربت وكلها كلت الكستا والأكوانين والأرطال والزتلة وكل شيء، منياش من الوضعية اللي عايشين فيها. كشت معناتها وضعيتنا، معناتها كما نقولوا نحن، معناتها ملي كما نقولوا نحن كما الأوروب، معناتها نعيش راهي جوابية. تصري يعزب بليه تو في دولة العربية، أما نحن لا غالب. رانا نحكيو على حاجة ما تفرحش، نحكيو على تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في استهلاك الخمور. عليه ما فلحنا كان في الفساد، ما فلحنا كان في الشراب، سامحني. ما هي العباد حسب الظروف نتاعها تشرب ومش شيء يقلي تشرب. ما عندنا الفلوس باش نشربوا. حتى اللي ما عندوش يشرب. كيفاه؟ حتى اللي ما عندوش تلقيه والله يتعاون فيه برشا عباد وهو يشرب. هاي تعاونوا عباد باش يخدم ويصرف على داره وهو تلقيه يشرب، موجود هذه بكثرة. اليوم عليه الشاب يحب يشرب، عليه يحب ينسى همومه، معناتها يحب يعيش مخدر. يحب ينسى وما ينسيش، وديما هذيك مش الناس. وهم. خلينا نحكيو عن الناس اللي تعمل أربع كعبات وخمسة كعبات وبعد يحطك الغناية يا خاينة في العهد والأيام، يا بايعتني وباي باي وروحي تلقى الخير ويا خاينة. زرق ويا كذا، وهذيك هي راهي صرفت له فلوس. ومش شي يلقب روحه، يحط يقول في الاخر يلقى غنايه صرفت له فلوسه كل. انت تبدا قاعده كيف القريطه عامل جو، شنو الغنايه اللي تحط؟ نحط اللي يجي. لا لا، نحط خليجي شرقي. خليجي؟ تسمع خليجي؟ شرقي ونسمع الكل. شو الغنية اللي تسمعها؟ تونس نسمعه. شو الغنية اللي تسمعها؟ الكل، الغنية الكل. تبدأ عامل جو كي أكثر غنية تحب تسمعها؟ الغنية الكل هني بطبيعته وشير برو، الغنية الكل يمشي معي. أحكي لي على السطحة اللي قالوا لي أصحابك شطحتها اللي تراس العام. لا لا، مش طحتش اللي تراس العام. ما خرجتش البيت مع أصحابي. في البيت مع أصحابك؟ قاعدين نفس الكلايك اللي ديما نخدم معاه، قاعدنا ديما نسكنوا مع بعض. شو عملتوا؟ ما عملنا شيء. كيك عشاك، عشاوبر. شريت قزوزة بوق سيدة وخلتها للصباح. يا زوز، هم يقولوا عليك انت الشيخ ديما، كل ما تعدى معانا كل ما يشوفوك في الشارع يقولوا ذي جازوز شيخ شيخه ربانيه. قال لي فما واحد اليوم قال لي علاش مش قطعها، قلت له مهبول سخني ديما نضحك. اضحك لنا مان في الكاميرا بارك. يا رب العمل عليك. 2022 ما زلنا ندتشوا فيه، كيفاش تشوفوا انت؟ بيه العام اللي جا فردي مش بيه، ياما عام زوجي بيه. هذه النادي من العوام نجرب فيها. محلل؟ لا، نجرب فيها، هني تجربتي معاها. حسب هذا كل عام زوجي تعدي لك طيارة. ايوه، العام فردي لا. الحل باش نقلصوا في الظهر، هذه معروف الحل. نغليو. اش خالي اش قلت لك انا، معناها حتى معناها قدام الدول الإسلامية والعربية الأخرى، معناها شهتنا مشوهة. فايرين على الخمور، يعجبكش هذا؟ معناتها ما جيناش الولا في التطور العلمي، في الصناعة العلمية، في التكنولوجيا، جينا الولا في الخمور، في الفساد، سامحني. احنا كنا نجموا نجيو الأولين في التقدم العلمي في كل شيء، ما فماش تشجيع. عندنا ناس دماغات البروفوني انه يستقطبوا فيهم العالم، يستغلوا في معناها قدراتهم العلمية. احنا هنا في المجال العلمي ما فماش دعم للناس المخترعين، ما فماش دعم للناس اللي معناها مقدمة. عندنا ناس فهمني ولا عندها في مخاخها.